اتفاق هدنة جديدة أو تفعيل آلية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة. هذا ما توصلت إليه لجنة إعادة الانتشار المشتركة التي ضمت فريق الحكومة الشرعية وفريق الحوثيين، بعد اجتماع استمر اليومين على متن سفينة في عرض البحر الأحمر. اتفاق الهدنة سيتكون من ضابطين لكل طرف، سيعملون كمراقبين مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة اتفاق الحديدة كإجراء يؤدي إلى بدء إجراءات بناء الثقة وتخفيف حدة التوتر كما تجد ذلك الأمم المتحدة. لكن استمرار القصف المتبادل ما يزال يخيم على المشهد الميداني في المحافظة، في وقت يرى مراقبون أن الوضع العسكري في المدينة سيبقى كما هو عليه ما لم تترجم الاتفاقات من شكلها النظري إلى واقع عملي. مصدر عسكري رصد خروقات جديدة لميليشيا الحوثي بعد هجمات شنتها على مواقع للجيش في الجبلية والتحيتا جنوبي الحديدة، وأوضح المصدر أن الميليشيا استهدفت بالمدفعية مواقع عسكرية في مدينة الدريهمي وشرق مدينة الصالح بالمحافظة. الخروقات العسكرية التي أعقبت إعلان اتفاق الهدنة مثلت المؤشر الدال على أن التفاهمات لم تغير من الواقع الميداني شيئاً، غير أن متفائلون يجدون أن عودة المفاوضات بعد الجمود الذي ساد الفترة الماضية مؤشراً إيجابياً. عودة إلى مربع البحث عن حلول والدخول في الإطار التنفيذي لتفاهمات لجنة إعادة الانتشار أمام مخاوف مجتمعية من الخروقات وتوتر الوضع الميداني أكثر مما كان عليه.